السلام عليكم، مرحبا لكل متابعين جمعية علوم الحياة العراقية وكل المتابعين ويانا من غير جمعية علوم الحياة العراقية. نرحب بكم اليوم ندوتنا العلمية بعنوان نظرة شاملة حول التحليلات المرضية. محاور الندوة قرأتوها إن شاء الله من خلال الإعلان، وأكيد قرأتوها ولذلك أنتم أجيتم لهنا، وهذا سعيد جدا بوجودكم هذا الجميل، وإن شاء الله راح نسوي شيرينج للمعلومات سوا وتكون محاضرة كلش خفيفة. وإحنا اخترينا هذا موضوع المحاضرة حسب طلبكم، لأن المحاضرة السابقة أو الندوة السابقة خلينا استمارة وسجلوا بها الحضور وسجلوا بها الآراء مالتهم، وعطينا عدة تشويسز خيارات حول التايتل مال المحاضرة الجاية، واختارها تقريبا بنسبة 70% هي نظرة شاملة حول التحليلات الطبية overview on medical lab analysis. وياكم أنا دكتور مروان ميثم، تدريسي في كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا، مسؤول مختبر النخبة في البصرة، مسؤول مكتب الجمعية في البصرة، وسعيد جدا بوجودي وياكم. طبعا كل الندوات اللي تتقدم هي من خلال قسم التدريب والتطوير من جمعية علوم الحياة العراقية، وإن شاء الله تكون هي بها معلومات تفيدكم، وإن شاء الله سوي ريفرش للمعلومات اللي اوريدي عنده هذه المعلومات، واللي ما عنده راح يستفاد إن شاء الله. الصوت واضح؟ اوكي، ما دام الصوت واضح نبلش محاضرتنا. اليوم راح ناخذ المحاضرة مالتنا حول التحليلات الطبية او التحليلات المرضية. اليوم الاجندة مالتنا راح نتناول بها عدة محاور. المحور الاول هو الهيستوريكال، المحور التاريخي للتحليلات المرضية او التحليلات الطبية، كلينيكال سيجنيفيكنس، الاهمية السريرية، اناليتيك ايرورز، الأخطاء اللي تصير نتيجة التحليل يسموها الأنالايتيك ايرورز. أيضا رقم 4 تيست اند ريزلت انتربريتيشن، اللي هو تفسير النتائج، شلون راح نفسر النتائج احنا. أيضا خامسة كويز، ما راح نسويكم كويز، راح نلغي شغلة الكويز، بس راح نسوي قائمة العفو، راح تنزل استمارة حضور بجمعية علوم الحياة بالرابط مال التليجرام. فالشخص اللي ينضم انه للقناة اللي موجودة بالتليجرام ويخلي اسمه، ان شاء الله بعدين توصل له الشهادات من قسم التطوير والتدريب من جمعية علوم الحياة العراقية. اوكي، انا ترى ما راح اشوف الشات، سوري، اعتذر، راح انتهي اشرح لكم ان شاء الله بعدين اشوف الشات بعدين ورا ما يعني ناخذ بريكس او نخلص المحاضرة. الانترودكشن اليوم مقدمة مالتنا، ما دام احنا جاي نقول الميديكال اناليسيز او التحليلات المرضية، فاحنا راح نحكي عن المختبر او مختبر التحليلات المرضية. كم نوع عندنا من المختبر؟ المختبر راح ينقسم انواع حسب نوع التحاليل اللي راح تصير به، مو حسب نوع التحليل هو للمرض او للمركب اللي نريد نحلله، لا، حسب نوع نقدر نقول التركيب المادة اللي احنا نريد نحلله. يعني انا بدي اوصل في نقطة بسيطة، اذا احنا ردنا نحلل نسبة السكر اللي موجودة بالدم، او نسبة مثلا فد اسيد حامض، مثلا يورك اسيد حامض موجود بالدم، او نسبة الكترولايت العناصر الحرة، او نسبة الكالسيوم البوتاسيوم والصوديوم، فاحنا نتعامل ويا هاي الاشياء تعاملا كيميائيا، فلذلك راح نسميه المختبر اللي يحلل القضايا الكيميائية اللي موجودة بعينة المريض هو مختبر الكيمياء. وما دام احنا مريض، يعني مريض راقد بالفراش بالسرير، فلذلك يسمى مختبر الكيمياء السريرية. اذا الشخص يريد نحلل نسبة الدم مالته، نحلل الخلايا الحمر، الخلايا البيض، الصفيحات الدموية، فهذا راح يسمى المختبر اللي يجري هذا النوع من التحاليل، يسمى مختبر امراض الدم او مختبر الدم الهيماتولوجي. لا، اذا نريد نحلل احنا الخلية، ناخذ فد خزعة من المريض بايوبسي اذا كان حي، واذا كان شخص ميت فراح ناخذ اتوبسي. هاي الخزعه او قطعه نسيجيه راح نشوف الخلايا، هل هي خلايا طبيعيه غير طبيعيه، من ناحيه الشكل، من ناحيه التركيب، هل هي خلايا ملتهبه،
متليفة، لا سمح الله خلايا سرطانية. فالمختبر اللي راح يعمل على تحليل الأنسجة أو تحليل الخلايا اللي موجودة بداخل الأنسجة يدعى مختبر هيستوباثولوجي، أو يدعى مختبر سايتولوجي، أيضا هم ممكن يسمونه هذا الاسم. سايتولوجي جاية من سيلز، فإحنا راح نفحص الخلايا أو نفحص الأنسجة، فيسمى هذا مختبر السايتولوجي. أيضا إذا أردنا نفحص إحنا الأجسام المضادة، هل تولدت عندك أجسام مضادة نتيجة فد تعرضت لميكروب معين، ممكن بكتيريا ممكن فيروس، فريد مشاهد داخل جسمك هل موجود هاي الأجسام المضادة. فور اكزامبل، هواي من المرضى يبون يسوون تحاليل، أو هواي من الناس يريد يسوي تحاليل مات الكورونا فيروس، يريد يشوفون هم بداخلهم أكو أجسام مضادة لو لا، يعني داخلهم أكو أجسام مضادة ضد الكورونا اللي هي كانت اي جي ام ولا اي جي جي. فهذا يا مختبر راح يصير يسمى هذا المختبر مختبر السيرولوجي. ليش سميناه السيرولوجي؟ لان احنا راح نستخدم السيروم اللي هو السائل الاصفر اللي موجود ويا الدم اللي هو البلازما، بس بعد ما الدم يجلط فهذا راح يصير اسمه سيروم. فهذا السيروم السائل الاصفر راح نحلله وراح نشوف فيه هل بي بروتينات مناعيه اللي هي الاميونوجلوبولينز اللي هي انتي بودي لو لا. فهذا يا مختبر يدعى مختبر السيرولوجي او مختبر المصلي او مختبر المناعه، يعني بالدارج احنا نقدر نسميه هذا الشيء. ستدي اوف ذا بلاد، احنا شوف عيناتنا، احنا 90% من العينات مالتنا هي تكون بلاد، وتقريبا 5% يورين، و3% هي تكون مثلا يعني ستول فور اكزامبل، و3% هي ممكن تكون سائل النخاع الشوكي او سائل البلورو فلويد او اي سائل ثاني موجود بالجسم. فعيناتنا هي راح تكون 90% الى 95% هي بلاد. فستدي اوف ذا بلاد، هذا المركب او هذا السائل اخذ مساحه على مر العصور من الناس اللي هي تبحث حول كثير من الامور، تبحث حول القضايا الطبيه والقضايا الامراضيه وشون هاو تو كيور ذا هيومن، يعني شلون احنا نعالج الانسان على مدى العصور. فهذا السؤال اخذ اهتمام كثير من الحضارات وكثير من الناس على مدى العصور. جاي نحكي هذا الموضوع ممكن قبل 2500 سنه قبل الميلاد. 2500 سنه قبل الميلاد كانوا يعتقدون ان هو الداء اللي يصير عند الانسان نتيجه وجود مسبب مرضي او نتيجه وجود الداء نفسه وين؟ بداخل جسم الانسان. فكانوا يعتقدون المصريين القدامى ان هو انت اذا فقدت كميه من الدم فراح تفقد من المرض اللي موجود بداخلك. فكانت عندهم ممارسه تدعى البلاد ليتنج. البلاد ليتنج اللي هو يخلون الشخص يفقد من الدم، يصير عنده يعني نوع من النزيف يجرحونه، او كانت طرقهم الخاصه، فيفقد كميه من الدم على اساس ان هو راح يشفي من المرض اللي بداخله، لان المرض اللي موجود بالدم هو هذا المرض اللي موجود ان كان يسببه طفيليا او غير طفيليا. ما كانوا يفهمون هذا الشيء، بس كانوا يعرفون ان هو الدم مالتك هو له علاقه بالمرض اللي موجود عندك، هو حالات تنجح وحالات تصيب وحالات تخيب. عندك ايضا كانوا الجريكس اللي هو اليونانيين اللي هو اول من فرقوا بين الارتري والفين، بين الوريد والشريان، قالوا هذا اكو شيء اسمه شريان واكو شيء اسمه وريد، لكن هل هو يعني اكزاكتلي ميزه وان هو هذا الوريد يحمل الاو 2 والشريان السي او 2 او بالعكس؟ لا ما اعتقد، لكن هم شاهدوا اكو فرق ما بين الوريد وما بين الشريان. لحد ما اجى سير ويليام هارفي اللي هو بال 1628 هو اول من كتب مخطوطه تشرح حول circulation of the blood inside the human، اول من شرح اللي هو الدوره الدمويه اللي موجوده بداخل جسم الانسان. طبعا هو اول ما اكتشف الدوره الدمويه اصور ابن النفيس اللي هو العربي، الشخص العربي، لكن احنا العرب دائما نكون مظلومين لان كتاباتهم يعني تكون متفرقه وماكو كتابات انجمعت. فممكن هو هذا استند على قواعد او على بحث او على مخطوطات ابن النفيس وكتبها هو السيريوم ويليام هارفي، لكن كل الكتب العالميه مهم هيماتولوجي تنص ان هو اول من شخص، يعني اول شخص اللي هو وضع مفهومية ودلالة الدورة الدموية هو السير ويليام هارفي. وبعدين وراء تقريبا 200 سنة اجى السير ويليام اولثر اللي هو ديسكفر ذا بليتلت اللي هي الصفيحات الدموية. تقريبا بالتسعين
بال1901، سوري بال1901 اول مره عرفوا او اول مره قدروا يكتشفون ان هو دماغنا غير متطابقه. اكو فصائل مال دم الاي والبي والاو والاي بي، يعني فصائل مال الدم وصلفوها. لحد تقريبا بال84 اللي هم قدروا ان هو يميزون اكو فد فيروس معين هذا يسبب نقص المناعه يصيب خلايا فريده هي تدعى الخلايا تي سيل، وسموه هذا الفيروس فيروس العوز المناعي اللي هو ال HIV. فعلى هاي الرحلة اللي هي تقريبا من 2500 سنة قبل الميلاد لحد هذا تقريبا 4520 سنة، هاي الاكتشافات نتيجة تحليل العينة المهمة هي عينة الدم. قدروا يحللون هاي عينة الدم من ذاك الوقت لحد هذا الوقت، ومجرد وكل ما يحللونها يكتشفون بها اكتشافات جديدة، واكتشافات ما زالت موجودة لحد الآن. احدث اكتشاف واروع اكتشاف هسه الموجود هو اللي اسمه الاكسوزومز، اذا سامعين بيه. هذا لحد الان ما تاكد 100% او ما عرفوا شنو ماهيه الاكسوزومز، بس هو ممكن على الايام الجايه او على السنوات القليله الجايه راح نعرف شنو هي الاكسوزومز، وكلش مهمه الاكسوزومز في حياه الانسان من الناحيه التشخيصيه والناحيه العلاجيه. لاب اكزامينيشن شلون احنا يعني العينات مثل ما قبل شويه قلنا، احنا اهم عينه عندنا هي عينه البلد. ليش احنا عينه البلد؟ لان احنا من خلالها راح نعرف السيركيليشن سيستم مثلا مالتك اللي هي تمثل جهاز الدوران مالتك، تمثل البونز العظام لان تعرفون هي الار بي سي انتاجها وين تكون بالبونز، الاميونيتي اوكي لان احنا بها خلايا دفاعيه وخلايا مناعيه، وايضا الانتي بوديز وين راح تكون؟ راح تكون بداخل البلد، وكثير كثير من هاي الامور كلها. العينات اللي ناخذها من جي اي تراكت اللي هي القناه الهضميه راح تعطينا صوره واضحه حول الدايجستيف سيستم بصوره عامه، تشيك نسوي الدايجستيف سيستم. احنا العينات اللي ناخذها من سي اس اف اللي هو سيربرو سباينال فلويد سائل النخاع الشوكي، راح نتاكد من سلامه الجهاز العصبي مالتك اللي هو يعني مسؤول عنه هو الدماغ. فهاي العينات مالتنا وهاي اهميتها وهاي دلالاتها اللي موجوده ولها دلالات عظيمه كثيره. من اهم الدلالات احنا عندنا، احنا ليش احنا نسوي هاي التحليلات؟ حتى شلون نشرحها؟ يعني أهمية التحاليل هي all about the cell. شنو all about the cell؟ يعني كل التحاليل هي حول السيلز، الخلايا اللي موجودة من جسمك، سلامة الخلايا، هل هي خلية سليمة 100% أو مو سليمة 100%؟ شلون راح نعرفها؟ نعرفها من خلال السايز، راح نعرف مثلا شكل الخلية، هل هي شكلها مثلا ممكن كبرت الخلية، ضخمت، بها حالات تضخم الخلية مثل كانسر اللي هو السرطان راح تتضخم الخليه تصير حجمها كله كبير، او مثلا في اصابتها في فيروس معين مثل سي ام في فيروس سايتوميجالو فيروس اللي هو يسوي الخليه ضخمه كله كبيره. نشيك الماده الوراثيه بداخلها حتى نتاكد ان هو مثلا الشخص اللي هذا المرض هل هو مرض وراثي او لا مرض غير وراثي من خلال تحليل الدي ان اي والار ان اي دي ان اي وبي سي ار وهاي الامور كلها. ايضا راح نعرف المواد جاي توصل للخلايا بصوره صحيحه او لا، مثل الجلوكوز، الجلوكوز جاي تدخل داخل الخلايا لو يبقى مستوى عالي بالدم، ليش ممكن يبقى مستوى عالي بالدم؟ نتيجه الانسولين غير متوفر. الخليه جاي تؤدي وظيفتها الصحيحه، شلون اعرف الخليه تؤدي وظيفتها الصحيحه؟ جاي تفرز انزيمات او بروتينات، هاي ايضا نقيسها، اذا لقينا مستوياتها طبيعيه اذا الخليه جاي تؤدي وظيفتها، اذا لقينا مستوياتها قليله لا الوظيفه مو تمام، اذا لقيت مستوياتها عاليه ايضا مو تمام، اكو فد مشكله بالموضوع. نشوف الاميونتي المناعه، شلون الاميونتي مناعه؟ راح نفحص هل هو اكو باثوجين جاي يهدد حياه الخلايا لو لا، واذا اكو باثوجين هل اكو انتي بوديز ضد هذا الباثوجين لو ماكو انتي بودي ضد هذا الباثوجين. يعني بين قوسين هي كلها حول الخليه، كل التحاليل اللي موجودة ترجمتها بالأخير نريد نشوف ديمومة الخلايا اللي موجودة في داخل جسم الإنسان. واضح إن شاء الله؟ أوكي زين. Identification the illness، تعريف العلل وتعريف الأمراض. شلون تتعرف الامراض وشلون تتعرف العلل؟ طبعا اكيد مثلا سيناريو شخص يعاني في مشكله معينه، يعاني من مشكله معينه،
بالمناسبة توني قريت هذا الشيء، الشات يا ريت يا شباب تقللوه حتى انتم تفهمون هذا الشيء، لان كثير من عندكم صوت الشات جاي يأذي. المهم، فـ identification of endless اللي هو or identify the endless اللي هو تعريف او التحري عن وجود العلة او المرض اللي يعانيه الشخص. طبعا هو السيناريو مثل ما قبل شوية قلت، ان هو شخص يعاني من اعراض معينة، وهاي الاعراض تخليه ما يمارس حياته بشكل طبيعي. يعني مثلا شنو الاعراض اللي عندك؟ الاعراض اللي عندك مثلا سخونة، انت حار، جسمك كله حار ويرعش مثلا، هذا الشيء ما يخليك تروح الدوام وتروح وتجي. شخص مثلا يعاطس دائما، ما يقدر حتى يتنفس من قد ما مثلا يعاطس. شخص مثلا عنده نزف، شخص عنده مثلا انتفاخ بالجلد او رشح يطلع بالجلد، هاي الاعراض، اكو كثير من الاعراض يعني المصاحبه بالامراض او مصاحبه بالعدوى تخلي الشخص لازم يحتاج يروح للطبيب، يعني ارجنت لازم يروح للطبيب. فالطبيب راح يعتمد على الادوات اللي هي متاحه حسب ما درسها هو، حتى على اساسها راح يقدر يميز العله اللي موجوده. اول شيء راح يستخدمه هو يسمونه الفيزيكال اكزامينيشن. شنو معناته الفيزيكال اكزامينيشن؟ الفيزيكال اكزامينيشن هي يعني فحص نبض، فحص الحرارة، فحص شنو غير النبض غير الحرارة، فحص يعني هاي القضايا الفيزيكال الفيزيائية، يعني فحص الفيزيائي بين قوسين. أو يستخدم مثلا قضايا مساعدة مثل الإكس راي، الأترا ساوند، سي تي سكان، المفراس، الرنين، الأشعة، السونار، كلهم يستخدمون في سبيل إن هو يشوف العضو اللي هو فيه مشكلة، يشوف العضو هل هو طبيعي أو غير طبيعي. او يستخدم اللاب تيست، نقصد باللاب تيست اللي هي الفحوصات المختبريه. زين، الدكتور ايش قد ديما راح يعتمد على الفحوصات المختبريه، بقد نسبه الفحوصات المختبريه او الاكس راي او الفيزيكال اكزامينيشن، يعني من اللي يعتمد عليه اكثر؟ ثبتت الدراسات الحديثه والقديمه ان هو 70% من التشخيص الطبي هو يعتمد على التحاليل المرضية، التحاليل المختبرية، التحاليل الطبية. يعني 70% يعني 30% فتكيسات بسيطة. يعني مثلا إذا شخص جاء للطبيب محترق، ماكو داعي يسوي له تحليل، لا أنت محترق فأنا أقدر أعالجك أو ياخذ إجراءات من يعالجه. شخص بيصرع جاي يصرع ما يجزي على التحليل، لا أيضا يعالجه. بس اكو كثير من الحالات، تقريبا 70% من الحالات المبهمة اللي يجي للطبيب والطبيب ما يعرف شنو الموضوع، فيحتاج له تحليل. فش قد أهمية التحليلات المرضية بهذا الخصوص؟ أهمية كلش كبيرة، أهمية عملاقة في التشخيص الطبي. طبعا التحاليل تنقسم إلى نوعين، هو الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف. شو نقصد بالكواليتاتيف؟ شو نقصد بالكوانتيتاتيف؟ الكواليتاتيف اللي هو نوعي، والكوانتيتاتيف اللي هو كمي. فالسيناريو بسيط، سيناريو شنو يقول؟ يقول ان هو شخص راح للطبيب او وحده راحت للطبيب، فور اكزامبل اسمها ساره، ساره راحت للطبيب قعدت من النوم وساره عندها مشكله. شنو مشكلتها ساره؟ خل اطلع في الشاشه حتى اقدر اشرح لكم اياها. نفرض ساره، هاي ساره راحت للطبيب، ساره عندها مشكله. شنو المشكله؟ ساره مثلا تحس بالغثيان، تحس بلعبان النفس، تحس مثلا قلبها يدق بسرعه، بعد يعني عندها مشاكل هواي، فراحت وين؟ راحت للطبيب. فالدكتور على اساس ايش راح يسوي؟ راح طلب لها التحاليل. شنو طلب لها؟ طلب لها تحليل اللي هو يدعم فور اكزامبل اتش بي، اللي هو الهيموجلوبين، نسبه الدم. شاك الطبيب ان هو ممكن عندها انيميا، هاي اعراض مالت الانيميا. يبي يسوي لها تحليل اخر فور اكزامبل هو تي اس اتش، اللي هو تحليل الغده الدرقيه، اخاف عندها مشاكل مع الغده الدرقيه. قال لها انت حامل؟ قالت له سوري، انت متزوجه؟ قالت له ايه انا متزوجه. قال لها خلاص سوي لي تحليل مال الحمل. طلعت النتائج، طلعت النتيجة الاتش بي هنا عندنا فور اكزامبل 12، اذا هي طبيعيه ما بيها فد مشكله. طلعت الهرمون الغده الدرقيه مثلا او سوري ها صفر لازم 0.7 طبيعي، لان هو من 0.4 لحد اتصور 5 يمكن 0.7، لان كلهم طبيعيات. وطلع عندنا نتيجه التحليل هنا بوزيتيف. شنو معنات بوزيتيف؟ يعني ايجابيه. فقدر يعرف ان هو هي حامل، وهاي الاعراض اللي صارت عندها كلها نتيجه الحمل مالته.
هذا التحليل اللي يعطيني ارقام مثلا يعطيني 12 او 0.734 يدعى هذا التحليل كوانتيتيف. شنو معناته كوانتيتيف؟ يعني تحليل كمي، كميه يطلع لي. هذا التحليل هو كواليتيف. شنو معناته كواليتيف؟ يعني تحليل نوعي. شنو نوعها؟ هي انثى. شنو يا نوع من الانثى؟ هي انثى حامل. فهذا الفرق ما بين التحاليل. كل التحاليل بالدنيا هي عباره عن كوانتيتيف أو كواليتيف، يا اما كميه يا اما نوعيه. تحليل اللي بيه ارقام هو يسمونه كمي، والتحليل اللي بيه بوزيتيف نيجاتيف هذا يسمونه تحليل نوعي. واضح؟ واضح؟ اوكي. مو انا اسد الشات ما افهم من عندكم بعد شو اسوي صراحه. هذا الموضوع مال الشات هو لازم يصير تعاون بيناتكم، مو وقت اعلانات هسه، اكو ناس جاي تعلن وكل ناس ما ادري جاي تسوي. يلا على ما راح اكمل بالشرح مال ميديكال لاب كلاسيفيكيشن. تتقسم اللابس المن الى 3 انواع. اللابس اللي هي تعتبر لو كومبلكستي اللي هي تعقيد مالتها بسيط، اكو مودريت كومبلكس اللي التعقيد مالتها متوسط، وهاي كومبلكس اللي هو التعقيد مالتها معقد جدا. شنو عليه اساس صنفوا هذا الشيء؟ حسب التعقيد مالتها. يعني شنو معناه التعقيد؟ يعني معناه التيستات اللي سووها هل هي تيستات معقده او غير معقده. يعني فور اكزامبل ناخذ اول نوع اللي هو اللو كومبلكس. اللو كومبلكس اللي هو قبل شويه صار راح في المختبر اللي هو موجود بالمنطقه بمجمع طبي مثلا، وراح سوت نوع التحليل اللي هو اتش بي، وسوت مثلا تحليل مال بريجنسي تيست مال حمل او غير حمل. هذا التحليل بسيط. ليش؟ لان اذا غلطوا بنسبه الدم او غلطوا وقالوا لها انت مو حامل وهي حامل او بالعكس، ولو هي يعني مهم مشكله بس القصد، هذا ما يؤدي الى خساره بحياه المريض. هذا نوع التحاليل الغلط اللي هي ما راح تاثر كم يعني بشكل كلش كبير على المريض، هذا يعتبر لو كومبلكس. المودريت اللي هو المتوسط، في حاله اذا يعني اذا شخص حلل تحاليل مثلا تحاليل مناعيه، تحاليل بكتيريولوجيه، تحاليل سيريولوجي، هاي كلها تعتبر انترميديت. ليش تعتبر انترميديت؟ لان هي تكون متوسطه. شنو معنات متوسطه؟ يعني كل المختبرات المركزيه اللي العصر يرحولها هي تعتبر انترميديت او مودريت. مودريت يعني متوسطه. لان مثلا انت رحت المختبر العصر وقال لك انت عندك مثلا هرمون الغده الدرقيه كلش مرتفع، الطبيب هرمون اساسا يقول لك روح سوي له عمليه ولازم تستأصلها، لا يقول لك ثاني يوم تروح للمستشفى نسوي لك فور اكزامبل سونار، او نسوي لك مثلا نعيد لك التحاليل. فمن يعيد التحاليل ويشوف النسب هم ايضا عاليه فيقول لك خلاص بعد ياخذ مجال الطبي هو شلون يعالج الموضوع، واذا لقاها كلش طبيعيه اذا هذا المختبر رحت له هو مختبر فاشل وما قدر يحلل لك بصوره صحيحه. فهذا يعتبر مودريت اللي هو راح يسبب لك ضرر نفسي وجزء ضرر مادي ايضا مو بس فقط ضرر نفسي. هذا برا حتى يتقاضى هالشكل نوع من المختبرات. الهاي كومبلكس لا، هاي شويه تختلف. مثل ما الهاي كومبلكس، الهاي كومبلكس المختبرات اللي مثل مختبرات البي سي ار اللي احنا على اساسه نحجر العالم، مثلا الشخص بي كورونا لو ما بي كورونا، الشخص بي تيومر لو ما بي تيومر، فهي تعتبر الهاي كومبلكس لاب اللي لازم بيها ناس سبيشال فيز، ناس يكونون هم يعني اخصائيين بالمختبرات ويكون عندهم تريننج عالي ويكون يعرفون شنو جاي يسوون. اوكي، بيش راح تفيدنا التحاليل المرضيه؟ راح تفيدنا التحاليل المرضيه بالدايجنوسيس، راح تفيدنا بالتريتمنت، وراح تفيدنا بالسكرينينج والبروجنوسيس. يعني شلون؟ انا اقول لكم شلون. نفرض خلينا نطلع شاشه حتى نشرح لكم هذا الشيء. نفرض اكو شخص اسمه اكس، هذا الشخص اللي اسمه اكس عنده اعراض مو طبيعيه، على اساسه راح للطبيب. فهذا من راح للطبيب، الطبيب ايش قال له؟ قال له تسوي لي مجموعه تحاليل. شنو التحاليل اللي تسويها؟ فور اكزامبل تسوي لي فاستنج بلاد شوجر اللي هو تحليل مال السكر الصائم، تسوي لي تحليل مال يوريا اللي هو نسبه اليوريا اللي موجوده بالدم، وتسوي لي تحليل اخر يدعى هو تحليل الكرياتين اللي هو نسبه الكرياتين اللي موجود بالدم. هذين دلالات، هذين الاثنين هذا وهذا دلالات على الكليات، وهذا دلالة على منظومة السكر اللي موجود بداخل جسمه. طلعت التحاليل، نفرض هنا طلع عندي 100، هنا طلع عندي 90، 95 فور اكزامبل، وهنا طلع عندي
2.2. النورمال رينج طبعا كل الاطباء وكل احنا الناس احنا نعتمد على النورمال رينج. شنو النورمال رينج؟ هو النسب الطبيعيه. النسب الطبيعيه اللي من خلالها راح نعرف هو التحليل هذا طبيعي او غير طبيعي. النسب الطبيعيه هي راح نعرف من خلالها التحليل مالتنا والمؤشرات مال التحليل مالتنا هل هي مؤشرات طبيعيه او خطره. فالمؤشر او النورمال رينج هو للسكري هو من 75 الى 125 فور اكزامبل، مثلا اليوريا من 15 لحد من الى مثلا 50، ممكن النسب غير شكل انا ما حافظها 100% بس ناخذها مثال. وهنا مثلا عندي من 0.5 لحد من لحد 1.5، واضح شباب؟ فاذا الدكتور راح يعرف هو شنو المشكله، راح يعرف المشكله وين. المشكله راح يعرف الدكتور ان هو عنده مشكله وين؟ باليوريا والكرياتين، يعني مشكله عندنا بالرينال بالكليات، الكليات ما جاي تؤدي عملها بصوره صحيحه، فما جاي تطرح اليوريا ورا جاي تطرح الكرياتين بصوره صحيحه من خارج الجسم. السكر ما بيه فد شيء، فقدر الطبيب شو يسوي؟ قدر يسوي دايجنوسيس. شنو دايجنوسيس؟ اللي هو التشخيص، قدر يشخص حاله المريض. بعد انا اقول لكم بعد تقول له تاخذ هذا نوع من العلاج، قال له هذا اكو فد علاج، وروح هسه هنا راح نكتب تريتمنت اللي هو قال له تاخذ نوع من العلاج، ما راح اكمل تريتمنت بس راح اكتب تريت، وقال له تروح ورا 30 يوم تعيد هذه التحاليل. ورا 30 يوم عاد هذه التحاليل ثلاثه، فالمريض هنا كانت النسبه مالته 93، هنا النسبه مالته 105، وهنا ايش قد طالعه 3.1. اذا شنو معناته؟ معناته النسب بعدها عاليه، يعني التريتمنت غلط او العلاج ما ادى وظيفته بصوره صحيحه. بدا المرض او بادي سوري مو بادي يعني باقي المرض الداخل جسم الانسان ما تعالج من عنده بصوره صحيحه. فيضطر الطبيب يا اما يغير له نوع العلاج او يقول له انت تحتاج سيرجيكال انترفيرنس اللي هو التداخل الجراحي. فبيش فادتني التحليل المرضي او التحاليل المرضي؟ اول شيء بالدياجنوسيس بالتشخيص، تشخيص حاله المريض هذا عنده بدايه فشل كلوي او فشل كلوي. ايضا على اساسه فادتنا بالتريتمنت، اعطيته علاج وانا مضبوط. 30 يوم قلت له تعيد التحاليل، هاي يعني شو يسموها؟ يسموها سكريننج، يعني مشاهده او مراقبه المريض. اعطيناه العلاج وراقبنا المريض خلال هذه الفتره هل العلاج فاده او ما فاده. واخر شيء البروجنوسيس اللي هو شلون ما نقول حالة النهائية، الحالة الطبية النهائية للمريض، المريض ما تعالج، فيراد احنا نغير البروسيجر مالتنا، يغير العلاج مالتنا او نغير وضع العلاج او طريقة العلاج هذا المريض بصورة عامة. ففادتنا هاي بالدايجنوسيس وبالتريتمنت وبالسكريننج وبالبروسيس. واضح شباب ان شاء الله؟ اوكي. زين شنو راح نحتاج احنا بالمختبر؟ اكيد راح نحتاج reagent and equipment المعدات، وراح نحتاج المواد الكيميائيه، راح يصير عندنا لازم نعرف التيست برنسبل اللي هو مبدا عمل التفاعل بداخل كل تحليل. اكيد الناس اللي تشتغل تسوي البروسيجر اللي هو الاجراء لازم يكونون على درايه وعلى تدريب مضبوط. كالكوليشن يصير عندنا، يعني احنا كلها راح نعطيها على شكل ارقام، لان مثل ما قلنا اتفقنا التحاليل اكو بها كميه، فلازم عندنا كالكوليشن خاص على اساسه راح نقدر نعطي الريزلت النهائي ونقدمه هذا الريزلت النهائي للمريض، حتى يعرف المريض حالته الطبيه وين وصلت او شلون يقدر يعالج نفسه من خلال اعطيناه التحاليل مالته، وقدر الطبيب ومرات المريض هو ثقافته الطبيه عاليه من خلال تحاليله راح يعرف مدى الضرر اللي صاير بيه. كم نوع عندنا من الاخطاء بالمختبر؟ عندنا ثلاث انواع من الاخطاء اللي موجوده بالمختبر، اللي هي تسمى بري انالايتيك ايرور، انالايتيك ايرور، وبوست انالايتيك ايرور. شنو معناته بري انالايتيك ايرور؟ البري انالايتيك ايرور يعني معناته الاخطاء اللي تصير قبل اجراء التحليل، اللي هو ما جمعنا العينه بصوره عدل. شلون ما جمعنا؟ مثلا احنا لازم نجمع بلاد
جمعنا مثلا، او سوري لازم نجمع من الفينوس جمعنا من الارتري، او بالعكس البلاد جمعناه خليناه بتيوب غلط، لازم الدم ما يتخثر خلينا الدم يتخثر، من هاي الامور كلها. الترانسبورت عمليه النقل تعرض لدرجه حراره عاليه، درجه حراره واطئه، تعرض لتلوث، زين شلون مررنا العينات، يعني هاي كلها الخطا، ما كتبنا الاسم بصوره صحيحه، ما كتبنا العمر، ما كتبنا الحاله الطبيه، كثير كثير من هاي الامور هي قبل لا نجري التحليل. انا لايتك ايرور هو غلط بالتحليل، ما ضفنا اضافات صحيحه، ما اشتغلنا عدل بالجهاز، ما اشتغلنا عدل بالمايكروبايبيت، كثير من الامور يعني شغلت هاي شغل، يعني الشغل احنا ما اشتغلناه شغل عدل. ايضا البوست انالايتيك ايرور اللي هو بعد التحليل، اللي هو الخطا اللي تصير نتيجه ترانسميشن. يعني شنو ترانسميشن؟ يعني النتيجه طلعت بالجهاز 13 انا اكتبها مثلا 31، هذا غلط. انتربريتيشن اللي هو تفسير النتائج، النتيجه طلعت بوزيتيف انا اكتبها نيجاتيف. فولو اب، ما وصلنا النتيجه للمريض بصوره صحيحه، او وصلنا او ما كتبنا اسم المريض عدل. او ريتستنج، ما سوينا ريتستنج، لان مرات اذا نعيد الريتستنج مره ثانيه مثلا طلعت عندنا فد هاي كلش هاي النتيجه، فكل نتيجه هاي لازم نعيدها. ليش؟ لان احتمال حتى نتاكد هي مضبوطه هاي، لو اكو فد خلل صار بالشغل مالتنا ايضا احنا هذا الشيء ما سويناه. ايش قد تتوقعون ان هو نسبه الخطا بهاي النقاط بمختبراتنا؟ يعني اكثر خطا يصير بهاي، هل هو بالشغل؟ هل هو قبل الشغل او بعد الشغل؟ يلا كتبوا لي بالشات ايش قد تتوقعون؟ وعوفوا هسه هاي القضايا، خلوكم وياي يعني. قبل الشغل، قبل الشغل، بطريقة العمل، بالشغل، قبل الشغل. أعوذ بالله. قبل 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 بعد. ليش وبالشغل ما يصير؟ ما نغلط احنا بالشغل؟ بالشغل كلها واردة، اي صح كلها واردة تقريبا بالكل. اثناء الشغل بالشغل 30%، طبعا اللي يقول بالشغل بنسبة اقل بري كلها ممكن تصير بالجهاز، كلها اثناء كلها تحدث. هسه احنا قلنا كلها تحدث، اي اه صحيح. المحلل الناجح يعوف كل شيء ويركز، لان هاي ارواح عالم. شكرا على المعلومة. احتمال بالشغل تصير اخطاء بالعيارية الخاصة، بالمعيارية يعني الكالبريشن صح، بالاثنين قبل اغلب الاخطاء تكون بالشغل حسب قوة المختبر واللي يشتغلون به، ما له علاقة مرات سايد لاب. طبعا استغفر الله وش اسمه ودكتور ريما، يعني انا موجودين انتم في سبيل ان يعني اذا ما تبدون تركزون بالمحاضرة خلوا غيركم يركز. اوكي لن يكون بسبب، استغفر الله العظيم. اذا بي متدربين واكو مراقبة عليهم، لا هسه احنا الجهاز ما مصفر. يعني بالشغل اغلبهم دو قبل الشغل، بالشغل قبله، بالشغل قبله، اثناء الشغل دكتور اغلبهم بالشغل، بالشغل بالشغل، الكل وارد بالشغل 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 بالشغل. دكتور جاوبنا. اوكي اوكي بس ثواني دقيقة خلاص بس اوكي هسه. والله دكتور تحضر يمك اللي دي ينزلون روابط، والله اي اتمنى احضر هسه، انا احاول احضر بس ثواني خليني احاول احضر الاشخاص، التجاهل احاول احضر الاشخاص، بس هو المشكلة البرنامج ما جاي يظهر بصورة صحيحة. اوكي خل نحاول نكمل. طلع جماعة الإعلانات، والله أحاول أطلع جماعة الإعلانات أنا، يعني بس صراحة مركز بالمحاضرة.
صراحة مركز بالمحاضرة، فجماعة الإعلانات أنتم يعني جاي تشوفون الناس مستائين من عندكم، فيعني هي شغلة إحساس، ما أعرف والله بعد. المهم حسب الدراسة، والدراسة موجودة تقول الدراسة إن هو أقل أخطاء تصير هي بالشغل، يعني أنتم كمختبرين كلكم جاي تشتغلون، او اغلبكم بنسبة تقريبا يوصل 93% كلكم انتم جاي تشتغلون بصورة صحيحة. الاخطاء اللي تصير اكثر شيء اللي هي قبل الشغل، والاخطاء تصير بعد الشغل هي تكون اكثر الاغلاط، بينما بأثناء الشغل انتم تكون اغلاطكم كلش بسيطة، وممكن يعني هو شخص يتلافاها، خاصة هسه بالتقنيات الحديثة اللي موجودة، فالخطأ اللي يكون بالشغل يكون كلش بسيط كلش قليل مقارنة بالعينة واسم المريض والمشاكل اللي تيجي قبل الشغل، وبعد ما تطلع من الجهاز انت تطيل ابو الحاسبة اللي هو يكتب النتائج، هو تكون المشكلة اللي تصير عنده اكثر. واضح؟ من هو يسوي التحاليل المرضية؟ او why doctor requested the lab test، المن يعني يسوون التحاليل المرضية؟ صنف التحاليل المرضية for diagnosis or rule out، يعني نريد نعرف هذا، مثلا for example نريد نعرف هذا الشخص بيه هذا الفيروس او ما بيه هذا الفيروس، مثل يا تحاليل مثل تحاليل الهباتيتس بي وفي واتش اي في والكورونا فيروس، يعني كل التحاليل اللي موجودة بالمسحات تسمى هذه التحاليل diagnosis، يعني شخص or rule out، لا يقول له روح اطلع ما بيك هذا الشيء، هاي تسمى diagnosis or rule out. بعد المن screen for disease، مشاهدة المرض، هنشوف هذا الشخص بيه هذا المرض لو ما بيه، مثل من مثل السيلياك ديزيز اللي هو مثلا حساسية الحنطة، نسوي له الاي جي ام والاي جي جي، المن الانتي تيشو انتي جلايدين حتى نشوف هذا المريض معدته او عنده حساسية المعدة او سوري حساسية الحنطة لو لا. مونيتورينج اللي هو مراقبة المريض، هو المريض احنا ندري بيه يعني بيه مشكلة بيه مرض، فاحنا نسوي له مونيتورنج مراقبة، مثلا دائما نراقب الكوليسترول مالته في حالة الأشخاص اللي عندهم الليبت عالية، دائما نراقب الجلوكوز مالته في حالة الأشخاص اللي عندهم سكر عالي، اليوريك أسيد جماعة النقرس وغيرها وغيرها من هاي الأمور. تشيك أوفر هيلث اللي هو ما يدعى بالتحليل الشامل، ليش احنا نسوي التحليل الشامل؟ حتى نشيك وضعنا ووضع جسمنا بين فترة وفترة، مثل يا تحاليل مثل تحليل الشامل احنا نسوي بي سي بي سي اللي هو الكمبليت بلاد بيكتشر، مهم جدا. كل ما يقول لك التحليل الشامل غلط ومو صحيح، لا التحليل الشامل مهم، لازم كل شخص كل 6 أشهر الى سنة يسوي تحليل شامل صراحة، هاي مو دعاية المختبر، حتى يخي يروح يسوي بالمستشفى اذا عنده معارف او اذا يقدر يسويها بالمستشفى، يعني كثير من الناس بعدين يكتشفون عندهم مرض عن طريق الصدفة، راح سوى تحليل او راح قلع اسنانه او راح او يريد يتزوج، هاي تحاليل مال الزواج واكتشف به هذا المرض او هذا الاعتلال اللي موجود به. شلون يصير الستركتشر مال الريبورت مالتنا؟ الستركتشر مال الريبورت مالتنا راح يكون بهذا الشكل، اللي هو راح يصير عندي تيست، اللي هو راح يصير عندي تيست، والله اكو مرات اسئله، اللي هو راح يصير عندي تيست ويصير عندي ريزلت اللي هو هذا التركيب مالته، اللي يعني الستراكشر مالته، ونكتب هنا نورمال فاليو اور اكسبكتد فاليو اور نورمال رينج، هنا راح يصير اسم التحليل، الشخص اللي غير يعني مختبري ممكن يفيد هذا السلايد، لان هو هنا راح يكون جدول مال كتابه التقرير مال التحاليل، راح يكون بهذا الشكل، راح يكون اسم التحليل النتيجه مال المريض، وراح يتقارن ويا من ويا النورمال رينج اللي موجود هنا، فيقدر اي شخص يعرف ان هو تحليل شو اسمه، يقدر يعرف هل تحليل طبيعي او غير طبيعي، بقى ارتفاع او انخفاضه ممكن يسال فيه، او ممكن من خلال النت راح يعرف ان هو هاي النسبه وارتفاعها شو تؤدي يا مرض او وجود يا مرض معين اللي موجود داخل جسمه. عندي فد شيء اسمه اخر شيء راح اشرحه صراحه اللي هو يدعى نورمال رينج، وعندي شيء ثاني يسمونه الكت اوف. شنو معنات نورمال رينج وشنو معنات الكت اوف؟ النورمال رينج فور اكزامبل شاهدوا ان الاشخاص اللي عندهم الطبيعيين، يعني الاشخاص اللي نقدر نقول الطبيعيين، يعني احنا راح ناخذ هنا على تحليل يدعى مثلا ابسط تحليل هو تحليل الجلوكوز،
شافوا الاشخاص اللي عندهم الجلوكوز جوا ال70، يعني من 70 او من 75 وجوا منها لهنا، هم تظهر عليهم اعراض اللي هي الغثيان والدوخه ومغواش، واكو بيهم يصير عندهم مثل حاله الاغماء، اكو بيهم عندهم ما يتذكر عدل، اكو بيهم ينسى هواي. فهاي تسمى هذه الحاله نقص الجلوكوز او يدعى الهايبوغلاسيميا. وشاهدوا الاشخاص كل اللي يصير عنده فوق ال130 منه، اللي هنا فوق ال130، هذولي شاهدوا انهم عندهم مشكله بالبنكرياس، ما جاي يفرز انسولين بصوره صحيحه فور اكزامبل. يعني هذول يعانون من مرض يدعى مرض السكري. اذا هاي الفتره ما بين ال75 ال125 هذا سموها النورمال رينج. اخذوا عينات تقريبا فد 20,000 50,000 مليون شخص وسووا هاي الدراسه، شافوا كل الاشخاص اللي هو اقل من ال70 تظهر عليهم اعراض مشابهه، وكل الاشخاص اللي فوق ال130 كلهم عندهم اعتلال بارتفاع السكري مالتهم. فقدروا يعرفون ان هو الفتره الصحيحه او الاعداد الصحيحه من يا عدد ليا عدد هو تكون نسبه الجلوكوز بها صحيه لهذا الشخص، وسموه هذا الشيء النورمال فاليو اور النورمال رينج. عندي فشي ثاني يدعى الكتوف. ما هو الكتوف؟ سوري، ما هو الكتوف؟ الكتوف هو عبارة عن العتبة بالعربي، ما أعرف شنو العتبة بالعربي أو كتوف بالعربي، ما أعرف يعني شنو هو، ما أدري. المهم أعطيكم مثال، مثلا في الفحص عندي اللي هو الأنتي بودي، المن أنتي بودي ضد الفيروس كورونا، شافوا الأنتي بودي ضد فيروس كورونا هو الحد الواحد. شنو الحد الواحد؟ يعني شافوا الأشخاص اللي من صفر المن الحد الواحد، ذولي من سووا لهم مفراس وسووا لهم سي تي سكان وسووا لهم مسحة، شاهدوا ما موجود الفيروس بداخل جسمهم، صفر الفيروس اللي موجود بداخل جسمهم، زيرو، ماكو أي فيروس موجود بداخل جسمهم. وشافوا هاي الأشخاص اللي هو بعد الواحد، واحد اثنين ثلاثة 14 15، شاهدوا يا أما هم كانوا مصابين يا أما هم حاليا مصابين بالكورونا فيروس. ليش؟ لان تولد عندهم انتي بودي ضد من؟ ضد الكوفيد 19. فهذا فشي ما اسمه النورمال رينج، لا اسمه يعني الحد الفاصل، الكت اوف، اللي هو يفصلك ما بين انت شخص كنت مصاب او مصاب او شخص غير مصاب، فيسمى هذا الشيء الكت اوف. واضح؟ هاي الدراسة اللي يحب أحد يلتقط صورة للشاشة ويشوف، هاي الدراسة اللي تقول، اللي هي دراسة تقريبا ب 2013، مو قديمة حديثة، تقريبا صار لها بالشقد 2013، احنا صار لها 9 سنوات يمكن، ما أعرف. اللي هي تقول إن هو المشاكل اللي تصير عندنا بالمختبرات مو نتيجة الشغل، قبل الشغل أو بعد الشغل، وكثير من الدراسات اللي هي موجودة تنص على هذا الشيء. خلصت محاضرتنا اليوم، أي واحد عنده استفسار، أي واحد عنده مشكلة، أي واحد عنده مثلا استفسار، عنده فد شيء، هاي طرق الاتصال وياي، يقدر يتصل بي، يقدر يتواصل وياي، أي شيء صحح لي، ممكن إذا كنت غلطان يريد محاضرة أدزل هي أدزل هي فقط عن طريق الإيميل، أي شيء ثاني، هاي طرق التواصل وياي. واضح شباب؟ إن شاء الله تكون محاضرتنا واضحة، وإن شاء الله فهمتوا من هاي المحاضرة الأشياء اللي نريد احنا نوصلها لكم. بقى رابط الحضور ورابط الشهادات ينزل حصريا في جمعية علوم الحياة العراقية، والرابط مال جمعية علوم الحياة العراقية راح أخليه هسه بالشات. هذا هو الشات، سوري، هذا الرابط مالته راح اخليه انا بالشات.
هذا الرابط موجود بالشات. وأنا أعتذر جدا، أعتذر جدا، بس ما بيدي شيء من هاي القضايا اللي جاي تصير بالشات والإعلانات. بس مرة ثانية، إذا أردت أسوي أنا محاضرات إن شاء الله راح أسويها بدون شات. الرابط راح ينزل بعد ما اخلص المحاضرة مالتي بربع ساعة ان شاء الله، احاول انزل لكم الرابط. والشهادات تستلموها بعد من 2 إلى 3 أيام، وأيضا الشهادات راح تستلموها عن طريق جمعية علوم الحياة أو الجروب أو القناة اللي موجودة بالتليجرام. واضح شباب؟ اللي عنده استفسار يفعل علامة الاستفهام، وأنا أقدر أجاوبه إن شاء الله بعد ما أفتح له المايك. الرابط موجود مثل ما قبل شوية قلت لكم، موجود في جمعية علوم الحياة بقناة جمعية علوم الحياة من الانستغرام، سوري بالتليجرام. يقدر أي شخص يطلب على التليجرام. ويفعل، يدخل على الرابط الحضور ويسجل هاي المعلومات كلها، ويا ريت يكتب الاسم مالته الصحيح. هذا الاسم راح ينزل بالشهادة. ثواني بس وأفعل المايكات مالتكم. الشهادات البقية يعني مو أنا اللي رسلتن، واحدة من اللي شسنا من الكلية، واحدة ثانية من جمعية علوم الحياة، فأنا ما لي دخل بالشهادات. إن شاء الله هاي الشهادات شسمه
إن شاء الله هاي الشهادات أنا راح أشرف عليها، وإن شاء الله تجيكم الشهادات. راح أبزيكم هسه الرابط مال قناة جمعية علوم الحياة، هو اللي بيها إن شاء الله. هذا الرابط تمار إسماعيل. نعم أستاذ، تمار إسماعيل، شنو سؤالك؟ أستاذ كان عندي سؤال إنه تحاليل الدم شو نقدر أقراها؟ تحاليل الدم تقريها يا تحاليل من عندهم بلا زحمة، اللي قصدك السي بي سي وغير السي بي سي. أستاذ مو أنا قبل فترة سوينا مسحة دم لك مسحة كورونا، فسويت هذا التحليل دم، فشلون أقدر زين، أقضى؟ شوفي انت ما دام سويت التحليل مالت الكورونا، و يعني وسويت السي بي سي، فانت السي بي سي اللي راح يهمك من الموضوع هو اللمفوسايت. راح تشوفين اذا في حالة لقيت اللمفوسايت قليلة والمسحة بوزيتيف، فاكيد هاي دلالة على الاصابة بالكورونا. بس اذا لقيت اللمفوسايت طبيعية والمسحة نيجاتيف، يعني ماكو كورونا. واكو خيار ممكن انت تلقين المسحة بوزيتيف واللمفوسايت طبيعية، هاي معناتها بيج كورونا او شخص في كورونا، بس هاي تكون اسبتوماتيك ما تظهر عليها الاعراض. فالسي بي سي راح يفيدنا بالكورونا هي اللمفوسايت. دائما اللمفوسايت عند الاشخاص المصابين بالكورونا تكون لو تكون قليلة. واضح؟ تمام أستاذ، تمام. أحمد كاظم عبد العزيز. أحمد كاظم عبد العزيز. أحمد كاظم عبد العزيز. أيمن أحمد. السلام عليكم دكتور مروان. عليكم السلام عزيزي، يا هلا بيك. تحية طيبة لكل الحاضرين والدكاترة والأساتذة الكرام. أني صيدلاني اهلا ونين، وسهلا، سابقا دخلت معاك في الندوة السابقة لفيتامين دي 3 شرفنا وتأثيرها بيك، على الإشارة إن شرفنا شاء بيك، الله. واهلا وسهلا. المحاضرة دائما جدا مثمرة، وحتى لي الشرف أنه دائما كل مرة أنضم في ندواتك. تشرفنا استاذ باي وقت، واحنا سعيدين بوجودك. الله يحفظكم يا رب. طبعا كان اكو فتح حوار للريسيرش اللي هو موجود ايضا حتى بالريسيرش جيت بالنسبه للكات اوف اللي تطرقنا اليه. المشكله الرئيسيه انه بالنسبه للكات
كات اوف انه الانتربل حتى يوصل باختصاص حضراتكم طبعا البلازما مال الدم، بما انه الفيروس من دي يصيب يعني التحليلات المختبريه بشكل عام ده يحتاج وقت حتى المريض يعرف اصابته لو لا، بغض النظر طبعا عن المسحه، لانه يكون الدايجنوسيس او التشخيص الرئيسي عن طريق فحص الدم. فطبعا هذا اني ايضا عندي سؤال، ليش دا ياخذ هالوقت هذا الطويل حتى دا يوصل لبلازما الدم ودا تظهر نتائج التحاليل؟ بالنسبه للاجهزه ليش ليش يعني مثلا ليش يتاخر؟ يعني مثلا المسحه بوزيتيف هو الانتي بودي ماكو، الانتي بودي بالضبط غير موجود بداخل البلازما مال الدم طبعا ما موجود، لان هو اذا كان قصدك حتى جاوبك على هذا السؤال، الانتي بودي حتى يتولد ضد الكوفيد 19 يحتاج له من 5 إلى 15 يوم يلا يتولد الانتي بودي اي جي ام جاي احكي، اللي هو هذا اول انتي بودي راح يتولد. يعني الشخص ممكن مصاب ورا 15 يوم ورا 12 يوم ورا 10 ايام يلا يصير يطلع الانتي بودي مالت. اوكي، اسبابه هواي. السبب الاول ان هو الفيروس يصيب بالجهاز التنفسي ما راح يوصل جهاز الدوران، فعلى ما توصل للخلايا ويعني تكتشف الخلايا اي، والخلايا راح تعطي اعاز للخلايا الثانيه اللي هي خلايا التي سيل، والتي سيل راح تعطي اعاز للبي سيل، والبي سيل تتحول بلازما سيل وتنتج انتي بودي. هذا الموضوع اصلا بالحالات الطبيعيه ياخذ 48 ساعه، كيف ما بالكوفيد 19 اللي هو راسا دايركت راح يتصل بالاي سي تي بالسوري نيومونوسايت تايب 2 ويدخل راسا داخل الخلايا، فياخذ وقت كلش طويل يلا يتكون الانتي بودي. يعني الانتي بودي مو معناته انت الاصابه بيك صار لك يوم او يومين، محتمل تصار لك 15 يوم من الاصابه. الاصابه قد تكون سابقه من وقت طويل، نعم. او تكون سابقه، شلون نعرفها سابقه؟ في حاله اذا لقينا الاي جي اي جي جي 3/4 الاي جي ام، يعني مثلا اذا كان الاي جي ام عندك 2 والاي جي جي 8 هاي محتمل كلش كبير الاصابه سابقه. بس اذا لقينا مثلا اثنينات المساويات او الاي جي ام اعلى من الاي جي جي، لا هاي انت مو اصابه حديثه، بس ما دام بس الفيروس بعده موجود، بعده الضرر او جاي يسبب ضرر داخل جسمك. نعم، عاشت ايدك. أوكي. دكتور توضيح. الفقره الاخيره مايكرو بايبتس اللي هي مستخدم في المختبرات التحليليه، اعتقد 8 من 10 يعني معظم المختبرات قد يكون اكو خطا تحليلي ونوعي بسبب استخدام المايكروبايبتس اللي قد يكون الشخص ما متمرد اثناء العمل، فقد تكون اكو اخطاء بالنسبه للنتائج. صح صح صح. المايكروبايبتس بس تعرف. انت حضرتك ما مشتغل بمختبر مو؟ لا اكيد طبعا، لا لا بس انت صح كلامك كله صحيح وكلامك مضبوط، بس المايكروبايبتس منو يشتغل بيها حاليا؟ الدنيا طورت صراحه، يعني اذا وصل فكره المايكروبايبيت اللي يشتغلون بها الاشخاص اللي يشتغلون مانوال او اللي يشتغلون في تيستات معينه. تدري هسه التحاليل الحديثه، التحاليل كانت تسمى قبل صعبه، مثلا تحليل الهرمونات قبل كانت صعبه ومو اي مختبر يحللها الحكي قبل 10 15 سنه. تدري هسه انت تجيب التيوب كله من السنترفيوج تخليه بالجهاز، والجهاز هو من خلال بروب خاص يسحب، يعني حتى مايكروبايبيت ما تستخدم. زين، فليش احنا كميه الشغل صار قليل نتيجة يعني سوري كمية الأخطاء اللي موجودة بالشغل قليلة، لأن صارت الأجهزة أغلبها أوتوميتد، والجهاز الأوتوميتد الآلة تكون أدق من الإنسان. صح، كلامك صح. المايكروبايبيت ممكن يستخدمون المايكروبايبيت يعني أقل، لأن الأجهزة الحديثة بعد حتى ما تستخدم بها مايكروبايبيت. نعم، جزيل الشكر لك دكتور مروان على التوضيح. على أمور عزيزي. تؤمر 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 عزيزي. أماليد أماليد بيبحى بحى من طبيعي. هذا صوتي بيبحى. ألو نعيم نعيم نم نعيم. نعم دكتور. ايه نعم. هلا دكتور، بس بالنسبة لتحليل السي بي سي ايش فيه؟ تحاليل، يعني شنو هي التحاليل المستخدمة؟ نقول يعني هي تحاليل عامة، يعني تحليل عام.
بس وضحي لي السؤال الله يخليك، ما فهمت شو يعني. تحليل السي بي سي قلت ايه؟ تستخدم بالمحاكم يعني قبل الزواج، وهاي التحاليل يعني شنو التحاليل المستخدمة للمطالبة قبل الزواج؟ يستخدمون السي بي سي ليش؟ حتى يردون يشوفون الشخص عنده انيميا لو ما عنده انيميا، اللي هو فقر دم. اذا لقوا عنده نسبه الدم قليله راح يحللوا له يشوفون شنو هاي نسبه الدم، نتيجه مثلا فد مرض وراثي مثلا ثلاسيميا او سيكل سيل انيميا، نوع من فقر الدم المنجلي او البحري، من هاي الامور كلها. فالسي بي سي اللي هو الكمبليت بلد بيكتشر بالتحاليل مالت الزواج دايركت يروحون على نسبه الدم، شوفوا اخاف قليله جوا ال 8 7 8، يروحون بعدين يدورون السبب مالته حتى يقولون للزوج او الزوجه ترى هذا ممكن حامل صفه او بي مرض وراثي اللي هو تكسر خلايا دمويه او عجز نقاع العظم على تكوين خلايا دم حمراء. واضح؟ عبد الرحمن صادق، عبد الرحمن صادق، أمل فاضل، أمل فاضل، أمل رنا فيحان، رنا فيحان، ماكو شو غفران عبد الرحمن محمد، غفران، نعم غفران، سؤال عندك؟ لا والله، بس يعني هي استفادت شوي من هالمحاضرة، بيها شوية شغلات مفيدة. أنا طالبة علوم بايو. شرفنا وجودك، أهلا وسهلا بيك. تسلم دكتورنا. ماكو سؤال؟ لا لا تسلم. أوكي. أحمد هيثم غاني، أحمد هيثم غاني، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك استاذ؟ يا اهلا وسهلا بك. والله الدكتور الملاحظ المحاضره جدا واضحه، بس اريد الماده اذا ما في زحمه. يعني شنو العفو تريد قصدك المحاضره؟ يعني الماده اذا موجود فيديو لها او ملف، يعني المحاضره ملف المحاضره ان شاء الله. انت اخذت ايميلي لو ما اخذت ايميلي حتى ادزك اياه على الايميل؟ لا، اذا تقدر تنسخ لنا الايميل بالشات اذا ما في زحمه استاذ. اي صار تأمر، تأمر سهلة. تسلم 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 استاذ. نور، نور. نعم دكتور، سؤال عندك؟ اي نعم. عندنا بالوايت بي سي يعني لما ترتفع بأغلب الحالات اللي تكون عندها مثلا التهابات وإصابة بكتيريا، ليش إنه ترتفع الوايت بي سي ما عدا الإصابة بالتيفويد؟ تيفويد راح تقل الوايت بي سي، يا هي راح تقل بالوايت بي سي. أي شنو؟ يا هي تعرفين الوايت بلد سيل هواي هني، يا هي من عند راح تقل. هو هي يعني هي مثلا شخص يعني اللمفيه بالتيفويد ليش ما ترتفع الوايت بي سي؟ ليش تقل الوايت بي سي؟ الخلايا اللمفيه راح تقل، لو الخلايا النيتروفيل الحمضه لو العدله لو غيرها، ما اعرف. اوكي، راح تقل الخلايا اثنين، خلايا النيتروفيل وخلايا اللمفاويه. ليش تقل سوري تقل ليش تقل الخلايا؟ لان الخلايا راح تروح المكان اللي بيها مشكله. السالمونيلا وين تصيب؟ يا جزء بالجسم. انت وياي لو مو وياي؟ اي دكتور وياك.
هي سالمونيلا تصيب يا خلايا الموجودة بالجسم، تصيب الخلايا اللي موجودة بالأمعاء، يعني هي راح تسبب مشكلة بالأمعاء وتسبب مرض تدعى تايفويد الفيفر أو حمى التايفويد، اي فراح راح تصير تصيب. انفلتريشن. الانفلتريشن شنو معناته انفلتريشن؟ يعني الخلايا الدفاعية راح تروح مجرى الدم وراح تروح للأمعاء بكميات كلش غزيرة، فراح نشوفها احنا بالدم قليلة، وهي وجودها راح تكون أكثر بالميوكوزا اللي هناك بالغشاء المخاطي اللي موجودة بالأمعاء في سبيل تحارب البكتيريا اللي هناك موجودة. واضح؟ تمام دكتور، شكرا. يا أهلا وسهلا بيك. أزهر، 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 أمير علاء، أهلا وسهلا بك. شلون الصحة؟ دكتور عندي يا سؤال أهلا، ولو زحمة عليك. إيه ليش تفضل. نفرش البلوت فيلم؟ إذا نسوي بلوت فيلم أمراض الهيماتولوجي ونستخدم اليوتيوب، طبعا الـ ADCA، من نستخدم اليوتيوب ADCA K2، يعني مالته النوع K2 مو K3، يصير اجريجيت بالبليتليت، لان احنا نعرف انه كل تيوب له يعني شغله معينه. كي 2 ولا كي 3؟ الكي 3 ما يسوي اجريجيت بالبليتليت، بس الكي 2 زين. يسوي اجريجيت. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، انت تفضل حضرتك بدايه المحاضره قلت كل امراض يعني المناعه نستخدم لها سيرم، اذا على هذا الكلام يعني شلون احنا نستخدم الفلو سايتومتري بقياس السي دي ماركر 8 جماعه الاتش اي في وجماعه الهباتايتس مرات بيستخدموه الجهاز شخصيا يستخدموه حتى يعرفون العفو الكرونيك لوكيميا الليمفوما او الام ار تي البون مورو اسبراي. زين، انت السؤال الثاني راح اجاوبك عليه. انا قبل شويه قلت احنا السيرولوجي نستخدمه في سبيل ان هو نشوف اكو بروتينات مناعيه لو ما موجوده اللي هو الانتي بوديز. زين، واضح؟ واضح. الفلو سايتومتري شو نسوي بيه احنا؟ الفلو سايتومتري الفلو سايتومتري مثلا على امراض شنو يقيس بالضبط؟ يقيس السي دي ماركر 8 و45 و9، بس يقيسه سي دي والله ماركر ما يقيس يعني سيرم. هو نذني شنو هنا؟ شلون؟ نذني شنو؟ انتي بوديز؟ اي انتي بوديز وصبغات، صبغات السي ار تي والتي اي. لا انت بس خلينا نفهم، انت من واحد شخص صار بيه لوكيميا، صار عنده انتي بودي ضد اللوكيميا؟ لا انا ما احكي عن اللوكيميا، انا احكي لك الجهاز هو هيك يسوي هيك يطلع يعني التحاليل، بس انا اقصد ان هم بالسي دي 8 وسي دي 45 وسي دي 19 يقيسون جماعه الاتش اي في. سي دي 8 شنو هو سي دي 8؟ هو انتي بودي. سي دي 8 اي صبغه، وصبغه بي ار سي في. سي دي 8 يا حبيبي هو يسمونه الكولستر اوف ديفرنشيشن بروتين، هو عباره عن بروتين موجود فوق سطح الخلايا هي التي سيل، هذا مو انتي بودي. اوكي تمام. سي دي 4 والبيتا 2 مايكرو البومين ذني كلهن عباره عن بروتينات مو مناعيه. يعني شنو معنات بروتينات مناعيه؟ يعني من بروتينات، يعني انا طبيه ميكروب، فالجسم رده فعلي ضد هذا الميكروب راح يسوي انتي بودي، اقيس القى هذا الانتي بودي عندي موجود، اذا هذا الميكروب موجود او سابق. زين، هذا الانتي بودي انا القاه وين؟ القاه بالسيرم. انت تحكي على هذين البروتينات اللي هو سي دي 8 والسي دي 4، ذني موجودات على سطح الخلايا اللي هي تي سيل، والتي سيل بنوعيتين سي دي 4 وسي دي 8، سايتوتوكسيك تي سيل والتي سيل العادي. بالضبط. اذا ماتت هاي الخلايا نتيجه تكلوث الدم حتى اخذ السيرم، اقدر افحص السي دي 4 والسي دي 8؟ شرفك. لا طبعا، فلذلك استخدم هول بلاد حتى اخلي الخليه حيه حتى افحص البروتينات اللي موجوده على السطح مالته. زين شلون؟ تمام دكتور، والكيتو شنو الفرق عن الكي 3؟ يعني ليش يسوي اجريجيت بالبليتليت؟ تركيز الكي 3 يفرق عن تركيز الكي 2. صراحه هو انت اذا تريد تحافظ على الدم فتره كلش طويله، او مو فتره طويله، مثلا عندك 2 اي دي تي اي
وانت تريد مثلا تمنع الاجريجيشن، اللي هو شنو معنات الاجريجيشن، اللي هو معنات يعني تلازم الخلايا واحده بالثانيه تلزق بس مو تتحد، يعني تلزق اجريجيشن، فتخلي كي 3 اكثر مما تخلي كي 2. ليش؟ لان الكي 2 البوتاسيوم اللي هو موجود ويا الاي دي تي اي، راح بوتاسيوم واحد ممكن يربط لك خلايا اثنين او ثلاثه بوحده، بينما اذا اخلي كي 3 فراح يكون البوتاسيوم افيلبل، فممكن كل بوتاسيوم واحد يرتبط ويا ار بي سي وحده، ولذلك انت جاي تشوف مثلا بالكي 3 تكون الصبغه افضل من ما تستخدم بالكي 2. طبعا دكتور. اوكي عزيزي. اوكي عزيزي. شاكر محمود. شاكر محمد. افراح. افراح. مساء الخير دكتور. مساء النور. شكرا جزيلا لمعلوماتك يا دكتور، ربي يحفظك. يا اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك دكتور. بس كتحاليل هسه كورونا فيروس اغلب المناطق يعني ما عندها جهاز بي سي ار، جاي تعتمد على الاي جي ام والاي جي جي. تمام، من خلال جهاز الفيروس. تمام عيني؟ هذه على اساس ما ينطون العلاج، يعني المعالجه تصير على اساس الاي جي ام والاي جي تي من خلال التريتمنت مالتهم. هل هذا صحيح؟ هل هذا كافي؟ شوفي، هو هذا الشيء مثل ما قبل شويه انا حكيت، قلت احنا لازم، احنا الفيروس اذا دخل داخل جسم الانسان مستحيل من اول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم يوصل الموضوع حد 15 يوم راح يسوي الانتي بودي. فالشخص اللي راح بحصانه بجهاز الفيروس، بجهاز الفيروس بهذا الشيء ما راح يكشف لي ان هو الاصابه عمرها يوم او يومين او ثلاثه، يجوز هاي الاصابه فايته صار 15 يوم. اوكي؟ بس بالمسحه الشخص اللي يتعرف بالفيروس بنفس اليوم اذا سوي له مسحه تطلع بوزيتيف. فهذا الفرق ما بين المسحه وما بين استخدام هذا الشيء. لكن ما دام انتم ما متوفر عندكم بي سي ار وما متوفر عندكم هاي الفحوصات، فيعني تضطرون تشتغلون بالفيروس او تشتغلون يعني تقيسون الانتي بودي. هل هذا الشيء صحيح 100%؟ راح اقول لك لا مو صحيح، البي سي ار افضل، لكن انتم ما عندكم بي سي ار فتلجئون لهذا الشيء من لا تشاره. ورود محفوظ محمود. ورود. ورود. مريم غسان غفان. ايه نعم دكتور. دكتور انا سجلت، انا طالبة مرحلة ثانية علوم بايو، يعني اقدر اسجل بهاي الدورة لو لا؟ ايه مو سجلت وحضرت لو انا متفهم. اي سجلت وحضرت، استوني يعني حتى ما لحقت على المحاضرة، جيت على النهاية من شنو بدك تسألهم؟ لا لو جاي من البداية افضل لك، احنا نرحب باي واحد ان كان اختصاصه طبي ولا غير طبي، احنا حتى نحاول من نشرح ننزل بالمستوى العلمي لعامة الناس اذا كانوا هم غير اختصاصهم طبي او مو مثل اختصاص مو مثل اختصاصك هم يعني يستفادون، وهاي فتقدرين تشاركين. ما ادري بها يعني انا بنفس اللحظه اللي قالوا لي راسا نزلت التطبيق ودخلت لقيت عنها. انت عندك الرابط مال جمعيه علوم الحياه لو ما عندك؟ هسه دخلت لقيته بالتعليقات. اي خلاص دخلي وسجلي هنا حتى على اساسه، حتى على اساسه انت تطبين هاي الدورات وتحصلين شهادات. اوكي ان شاء الله. انا يعني انا صح طالبه مرحله ثانيه بس يعني متابعة على اليوتيوب وقنوات، ووصيت على يعني عندي كتاب جابولي من اندلس اسمه الدورة العلمية بالتحليلات المرضية، فبادية بيه بعد نستوني بالبداية. عاش تيدك وزين تسوين، واهلا وسهلا بيك بأي وقت. رسل رسل او رسول؟ لو رسل لو رسول. لا رسل رسل. اهلا وسهلا بيك. سؤالك؟ اهلا وسهلا بيك دكتور. لا ما عندي اي سؤال، بس انه حبيت اشكرك مع الدورة وفعلا استفادينا منها هواية. العفو واهلا وسهلا بك ويسعدني وجودكم ويانا. شكرا. يا اهلا وسهلا بك. هدى احمد. احمد
هدى أحمد. مرحبا هدى أحمد. حسنيا سعد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا بك. طبعا دكتور شكرا جزيلا على المحاضرة والمعلومات القيمة، وعندي سؤال. تفضل عزيزي. دكتور بس بالنسبة للتحليل مال الدي دايمر، شنو علاقته بإصابة فيروس كورونا؟ تحليل الدايمر علاقته بإصابة الكورونا، أنت لو كنت موجود ويانا المحاضرة السابقة مال الرول أو الفيتامين دي كان عرفته، وأنا راح أقول لك إياه. وجوده إن هو نتيجة إفراز الإنترلوكين، يا نوع من إنترلوكين، إنترلوكين 6، سامع بإنترلوكين 6؟ زين؟ انترلوكين 6 وتيومر نكروسيس فاكتور وانترلوكين 9، هذا ينفرز من التي سيل في حاله اصابه بالكورونا. انترلوكين 6 راح يروح لمن؟ للليفر، للكبد، راح يخلي الكبد يفرز اكيوت فيت بروتين، البروتينات الطور الحاد، هاي تفرز في حاله الاصابه بفيروس او بكتيريا. من ذني البروتينات يا راح ينفرز؟ راح ينفرز الفايبرينوجين. فايبرينوجين وجوده بالدم بكثره راح يسبب جلطات بسيطة جدا اللي هي تدعى دي دايمر. زين دكتور إذا ارتفع الدي دايمر إلى تأثير يعني؟ طبعا شلون ما له تأثير؟ أحسن يصير يعني ديب لا مو على الليفر، على الجسم بصورة عامة، يصير دي في تي اللي هو ديب فينوس ثرومبوبيوسيس، راح يصير عندي خطرة. أغلب اللي جاي يموتون بالكورونا فيروس نتيجة يصير عندهم جلطات، السد الكليات، السد القلب، السد الشرايين. دي دايمر يعني الفيتامينات اللي ياخذوها تاثر يعني بدي دايمر. الفيتامينات اللي ياخذوها الفيتامين دي يقلل من شافوا كل اللي ياخذون او اللي يكون الفيتامين دي عندهم بصوره صحيحه او نسبه زينه تكون الدي دايمر الريزلت مالته اقل. اكو محاضره مال رول اوف فيتامين دي بالكورونا فايروس، لو حاضريها كانت كلش بهاي المعلومات، كان كلش فادتكم يعني صراحه. والله للاسف يعني دكتور، لان احنا ان شاء الله تنعاد ان شاء الله وتشوفوها. سكينه احمد. سكينه دكتورة لوما. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا بيك. أهلا بك دكتور، أشكر جزيلا على هاي المحاضرة قيمة جدا المعلومات. أنا حضرت بس ورش وياك دكتور وتفاديت كلش هواي، بس أستسأل إنه أنتم جمعية علوم الحياة كانت تقيم دورات على البي سي آر وعلى سيكونس، وانتم بتقومونها ببغداد واحنا محافظات، شلون يعني واحنا ما نقدر نحضر لان تتارق اسبوع او 10 ايام الدورات، فممكن انه يعني فريق منكم يعني بالمحافظات يقيم هاي الدورات؟ والله احنا ردنا صراحه واتصلنا باصدقائنا ومعارفنا بالمحافظات وما حصلنا من عندهم جواب. يعني احنا باجهزتنا موجوده، احنا مثلا احنا اللي مسؤولين انا ودكتور علي، دكتور علي احنا اللي مسؤولين تقريبا عن جانب العملي وجانب النشاطات، يعني الجمعيه بها هواي اشخاص، بس اذا جاي تلاحظون اهل النشاطات بسيطين اللي هو انا ودكتور علي. احنا ايضا عندنا البزنس اللي خاص مالته ممكن يوفر هاي الاجهزه، بس ردنا احد بالمحافظات يعني احنا انا ما اقدر اروح المحافظه معينه واقيم هاي الدوره، اكيد يكون احد هناك موجود يمثلني اللي انا اعرف ذا واعطي اجهزه واعطي مثلا كل يعني التفاصيل الخاصه بالشغل. ما لقينا احد صراحه، يعني بعدنا احنا ثقافتنا احنا ثقافتنا بعدنا احنا يعني بالعراق للاسف بعدنا ثقافتنا، احنا المختبر هو عباره عن مريض بسكري يروح يحلل بس، مع العلم هو المختبر اوسع من هيك شيء، المختبر ولا العياده ولا المكان هو اوسع من هيك شيء ان شاء الله. العفو دكتور، لكن احنا هاي محتاجينها دورات البي سي ار والسيكونس، تعرف انه بحوثنا معتمده عليها، واحنا بالبحث عندنا فتره محدده حتى نكمل. فهسه يعني شوفت اذا مثلا اكو مؤسسه او يعني احد حيتواصل وياكم ممكن انه تقيمها.
اي شكو به شكو به. ايش كثر الوقت يعني حتى نجمع مجموعه من الطلبه هم يعني حتى نكون احنا مجموعه؟ هو احنا بس نكون عندنا المركز اللي شخص اللي هناك اللي ممكن احنا نتفق وياه واللي احنا نسوي تعاون وياه ونعلم. نعم. يجوا له بين فتره وفتره اكيد، لان هذا في الشيء يعني الناس تحتاجه بين فتره وفتره. ان شاء الله ان شاء الله دكتور، شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا بك. هدى احمد question. هدى احمد مصطفى ما في سؤال بعد؟ همام همام السلام عليكم. عليكم السلام يا اهلا وسهلا دكتورنا العزيز، بارك الله بك على المحاضره القيمه. نشكرك وبيك أحنا. عزيزي وبيك سلمك. عزيزي اهلا وسهلا. العفو دكتور، لا يمر عليك ظالم دكتورنا. العفو توك تكلمت عن الدي دايمر وعلاقته بالدي 3. اها ايه الدي دايمر اذا احنا نقول هسه بال يعني بالبروتوكول ده ينطون سولوميدرول اللي هو مثل برازيلون. هل هو هو ما اعرف يعني، يعني هل هو يعتبر مضاد للمضاد حيوي يعتبر للدي دايمر يعني يقلل من الدي دايمر؟ يعني انا عندي صديقي قبل فتره انصاب انطول مثل برازيلون وانطول انت هذا سؤالك انا ما اقدر اجاوبك عليه صراحة. تعرف ليش؟ لان انا صراحة مو صيدلاني، انا هاي الامور اخذها من الناحية المناعية او من الناحية التحليلية من خلال اختصاصي، لكن هذا طبعا. علم يدعى الفارمولوجي او الفارماسوتيكال، علم الصيادلة او علم الادوية. احنا دائما يرافقنا الدكتور صيدلاني اسمه ايمن، لو كان موجود واتمنى هسه موجود حتى افتح المايك وخليه يجاوبك، هو افضل مني بهذا الخصوص، فجدا اعتذر انا ما اقدر اجاوبك بهذا يعني بهذا الخصوص. هدى احمد الف المية وتسعين مية وثمانية وثمانين ما اعرف، هذا ما كاتب اسم الشخص. تفضل اكو عندك سؤال؟ هذا قبل شوية كتب بالشات. سلام عليكم. يا اهلا وسهلا استاذ، انا مرحله ثانيه بايو ويوم اول مره محاضره ديالي. شرفنا بكم اهلا وسهلا. تسلم استاذ، بس يعني اريد اعرف يعني وقت المحاضره وشلون اسمها مخصوصه كم مواضيع. انت مشتركه بقناه جمعيه علوم الحياه العراقيه؟ ايه اشتركت فيها قبل شوية يعني بالتأكيد. ايه هاي احنا ننزل احنا راح ننزل بين فترة وفترة ننزل اعلانات حول ندوات ومحاضرات، فاكيد راح يوصل لك الاشعار بهذا الوقت. اتصور يعني مثلا انا جوزي مثلا يوم السبت الجاي او الجمعة الجاية راح نسوي محاضرة حسب طلب الاخوان حول تعريف الكوفيد 19 من الناحية الطبية والعلاجية، فأكيد راح يوصلك إشعار وراح تدخلين وتشوفين المحاضرة، وأتمنى تفيدك، وأي سؤال إحنا حاضرين لك. يعني شلون يعني أفهم المادة يعني وأطبقها؟ أنت دخلي محاضرات بالبداية شوفيها شنو هي وشون أنت، بعدين راح تتولد الأسئلة من خلالك يعني شنو تردين بالضبط، إحنا نحاول نساعدك إن شاء الله. يا اهلا وسهلا بك. احمد عبد الكريم فائق عبد الرحيم، شلون الصحه دكتور؟ يا اهلا وسهلا بك حبيبي. عاشت بالمناسبه بس اقاطع كلامك، اسف جدا عفو. يا اخي العزيز، لا عادي تفضل. طبعا انا جدا اعتذر من عندكم شباب، الشهاده اللي يعطي تقييم مو تمام هذا اوتوماتيك ترسل الشهاده، فالشهاده ما راح ترسل لي. تفضل يا أخي العزيز، آسف للمقاطعة.
لا لا حبيبي، عادي دكتور، عاشت إيدك أول شيء على المحاضرة وكلش حلوة وممتعة، وأسلوبك بعد بالأحسن. أشكرك يا طيب، الله أشكرك يزيدك يا حبيبي، طيب. الله يزيدك دكتور. بس عندي سؤال، هو كذا أسئلة، العفو، أريد كم حل عليهم. النتيجة نعم مال التحليل تختلف من وقت لآخر حسب الحالة، فإذا كانت يعني إذا كانت النتيجة مثلا هسه أخذتها وطلعت الريزلت 24 ساعة، راح تختلف هاي القراءة مالتها؟ لأنه بتغير الجسم والأكل والشرب والتفاعلات اللي راح تصير داخل الجسم. أكيد طبعا راح تتغير. مثلا عندك زين تحاليل أنت لازم تسحبها بنفس الوقت، يعني مثلا بين قوسين أكو تحليل مثلا تروبونين، تروبونين لازم الشخص هذا مال عضلة القلب، إذا الشخص جايته هاي النوبة القلبية تسحب له دم راح تشوف تروبونين عالي، إذا ورا النوبة القلبية بيوم راح تلقى تروبونين طبيعي. عرفت شلون؟ اي، فهاي شلون اللي نعالجها مثلا؟ اكو اجهزه مثلا مو تطور؟ تعالجها، مو تعالجها، تعالجها انه سووا اكتشفوا اكو فد تروبونين يبقى بالجسم حتى في حاله اذا كان الشخص طبيعي، يسمونه هاي سنسيتيف تروبونين. هاي مثلا جوابي لك مثلا، او مثلا اكو تحاليل تسحبها انت لازم من 8 الصبح لحد 9 الصبح، هاي مال الكورتيزول اذا سامع بيها، تسحبها باي وقت ثاني راح تلقى النسب مالتها مو طبيعيه، فلازم تسحبها بوقت معين. فاكو اعرف اوقات، اكو اوقات خاصه بهاي التحاليل لازم انت تسويها، اكو تحاليل لازم ثاني يوم الدوره عند النساء غير يوم من ايام الدوره تطلع هاي التحاليل مو طبيعيه، اللي هو مثلا اف اس اس ولا لايتش. بس المقابل مالتنا مثلا البيشنت اذا تجي لازم يكون عند المقابل المختبر يوجه علميا بهاي الشغله، احنا ما عندنا هذا الشيء. ضروري غلط، انا اي واحد يجيني بمختبر خاص اقول له لا. اي طبعا طبعا، ده هواي اكو مختبرات ناجحه ومختبرات مرتبه، بس اكو مختبرات ما يسوي تحليل المريض. راسا ايش عندك يلا جيب خليها هي في ملا في ملا، النتيجه بفلان مكان، هذا كلش غلط طبعا. بس هذا القصد غلط. وين اي القصد وين اللي اريد اوصل له، انه مثلا اذا التحليل مالتنا يطول 24 ساعه بهاي الحال حيمر الجسم بهاي الفعاليات والايض والنشاط مالته، احتمال مثلا اكو ناس سهرانه او متعاطيه كحول او مخدرات او شيء، هاي هم راح ياثر على النتيجه. صحيح صح صح كلامك صحيح. زين، فبهاي الحاله نخلي لنا مثلا ورقه او مثلا سيستم معين انه من يدخل البيشنت نساله كذا سؤال، يجوز هم راح يضوج، بس هو ما يعرف انه هاي راح تاثر على النتيجه مالته، هاي شلون نحلها؟ نفسيا شوف احنا نفسيا لازم انت يعني هذا الشيء صعب، هذا الشيء احنا عندنا صعب لان احنا ما عندنا ثقافه بهذا الخصوص. يعني اذا طبيب يدزك على تحليل معين، انا شفته بمختبرات موجوده بالعراق قليله من ضمنها مختبرنا احنا ومختبرات برا شفته، ما تريد تروح تحلل انت عند المختبر، الشخص اللي يسحب لك دم يمكن يسالك في 20 سؤال، انت ايش قد عمرك، ايش قد طولك، انت ايش قد ماكل، انت وزنك، اليوم ايش سويت، اليوم شنو سويت، اول امس شنو سويت، اول كذا، وكلها يسجلها ملاحظات. ليش؟ اذا هو مجبور يسوي لك هذا التحليل بنفس الوقت ويطلع الريزلت، ويا الريزلت راح يكتب الكونديشنز الحاله مالتك، هاي الحاله من اخذ المريض هو ماكل قبل فتره هالقد، هو ماخذ هيك علاج قبل كم يوم، هو تعرض لنوبه قلبيه قبل هذا الشيء، توصف الحاله الطبيه، حتى الطبيب راح يعرف يستند على هاي التحاليل اللي اجته، لو راح يقول للمريض لازم تتخذ هالشكل هيك وضعيه انه تروح تعيد التحاليل مره اخرى. يعني احنا بين قوسين واجبنا كمختبر احنا نقدم النصيحه والنتيجه المضبوطه. زين، اذا مثلا نجينا على انه مثلا واحد يشوف الو الو ماكو راح الخط. هبة فاضل، هبة فاضل، سهى 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 إسراء باسم غانم، إسراء باسم غانم. أوكي، خلصت الأسئلة.
شكرا لكم وشكرا على وجودكم، ان شاء الله نلتقي وياكم بمحاضرات جاية. غفران، 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 ماكو غفران. سارة سمير، سارة سمير مهدي، اوكي ظهر ماكو أسئلة. شكرا لكم وان شاء الله نلتقي وياكم بمحاضرات قادمة على الايام الجاية. مع السلامة.